احنا دلوقتي هنقعد نلعب مع بعض. ماشي. بس من غير ما نضحك. خلاص؟ ماشي. علشان اللي هيضحك هيخسر. واللي هيخسر هيترش. هنشوف مين فينا احنا التلاتة اللي هتنفخ البالونة بتاعتها اسرع لحد ما تفرق. 1 2 3. انا هكسب هكسبكم. يلا يلا. يلا كملوا كملوا ما بقيتكم. انتوا نشوف مين اللي هيبقى المركز الثاني. كملوا. تعالي كده اما قيس بتاعتك ما تسيبيهاش. قيس وانت. برافو. 1 2 3. عايزاكم تحاولوا تضحكوني. تعرفوا تعملوا وشوش بتضحك؟ يلا جاهزين؟ جاهزين. 1 2 3. وان تو ثري. ابتدوا. يا لهوي يا لهوي. خلاص يا زينب. كفايه. حرام انتوا بتطفوا حريقه. عايزاكم تقولوا لي نكته، عشان لو قلتوا لي نكته هتبقى انتوا كسبتوا، اما لو ما قلتوليش نكته تضحكني للاسف هجيب لكم اكتر اكل مش بتحبوه تاكلوه. كان في واحد مجنون قابل واحد مجنون. الاول كان معاه جاموس والتاني معهوش حاجه وكان عايز شويه جاموس. قال له ينفع شويه جاموس؟ قال له حط سكر تحت المخده وهتلاقيه جاموس. هو فعلا عمل كده ولما صحي لقى النمل على وشه وقال الله ده الجاموس لسه صغير. هاتوا الطبق. اكلوا بقى. طعمها حلوه؟ لا. وحشه؟ وحشه قوي؟ قوي. ايه ده؟ عايزه نضاره. انا مش عارفه انتوا ازاي كده. عايزه تفوها. بص لا ما تفوهاش، لازم تبلعيهم. تبلعوها وتقوموا تجروا عشان انتوا خلاص كسبتوا، ولو ما جرتوش دلوقتي هرشكم. زيك؟ كويس. نعمل ايه؟ كويس. انت عارفه الجهاز اللي انت قاعده عليه ده ايه؟ ايه ده؟ جهاز كشف الكذب. ماشي. اسمك ايه؟ جميلة حامد مجدي. اسمك؟ ادم حلمي ابراهيم شعيب. عندك كام سنه؟ 5 سنين. فايق. حاسه انك مرتاحه ولا حاسه انك خايفه مني؟ حاسه ان انا مرتاحه. انت بتحبي المدرسه؟ طيب وبتحبي زمايلك في الفصل؟ كلهم؟ في حاجه قلتها كده؟ عشان مش فاكر المدرسه كلها يعني. كده في حد بتكرهه؟ مش بحب واحدة بس اسمها سما. سما؟ قولي بقى عمل لك ايه ياسر؟ بس نزل ايديك. عمالي زهقت. عمالي زهق؟ بيقول الميس عليا وانا ما عملتوش حاجة. بيقول ايه بقى للميس؟ ادهم عمالي زهق. وانت فعلا بتزهقه؟ ما بتزهقهوش؟ شوية زعلانين يعني. تضربك على قفاكي؟ مين فيكو بتشد التانية من شعرها أكتر؟ محدش بيشد. حد بيشد.
مين؟ انت؟ هي برضو سما. هي بتعمل حركات وحشة وبتضربني كمان وانا بقرصها. قولي انت معجب ببنت معاك في المدرسة؟ بجد؟ اسمها ايه؟ مريم. تحبها؟ قوي؟ ايه ده؟ كان ايه في واحد ضربها بالسوز. ضربها بالايه؟ السوز. السوز بتاع السجق؟ لا، امال ايه؟ اسمه زياد عمال يديه لكريم وكريم عمال يشم. بيشم ايه؟ السوز بتاع الشوز. بيشم الشوز بتاعه؟ بعدين يرميها على مريم. ايه القرف ده؟ دول مجانين؟ مش انت بتعرفي تمثلي؟ بعرف. طيب انا بقى عايزاكي نمثل انا وانتي مشهد خناقه مع بعض، ماشي؟ بس انا يعني بعرف امثل. مستعده؟ يلا. على فكره بقى محمود بيحبني اكتر منك. لا، محمود بيحبني اكتر مني. على فكره بقى محمود جاب لي شوكولاته. ليه؟ بيجيب لي كل حاجه. لا، جاب لي بطاطا. لا، عمل لي كل حاجه انا لوحدي. انت عارفه اخر مره ما رضيش ينزل الفسحه وشلني على كتافه. ليه؟ هو بيعمل لك حاجه من الحاجات دي؟ بيعمل لك ايه؟ بيعمل لي كل حاجه اللي انا عايزاها. عمره جاب لك فستان؟ لا، جاب لي كل حاجه. لا، ما جابليش كل حاجه. هي ليه البتاعه دي بتنور؟ هي بتنور لما انت بتكدبي. يلا هنرجع تاني. طب انت ايه اكتر حاجه بتحبها في مريم؟ طبعا خلقتها حلوه، بتسكت يعني هاديه. هادية ونادية. تحبي مين أكتر؟ مامتك ولا باباك؟ مامتي. تحبي مامتك ليه أكتر؟ طبعاً هي أهم. مامتك أهم؟ هي اللي بتعمل الأكل وكده. برافو عليك. بتحب الأكل؟ قوي؟ شايفاني تخينة ولا شايفاني رفيعة؟ قولي. مش عايزة. ما تخافيش. مش عايزة أقول. ما تخافيش، مش هيحصل. لا. ليه؟ كده. لا عادي. مش عايزة. طب أنا أقول لك، أنت شايفاني تخينة صح؟ لا، أنا شايفاكي رفيعة. رفيعة قوي؟ شايفاكي تفرعة قوي. أنا كمان شايفة نفسي رفرعة قوي. تعالي. بصي يا هان، احنا دلوقتي الاوضه اللي احنا فيها دي اسمها ممنوع الضحك. اوكي. هنلعب مع بعض ونهزر مع بعض، بس مش هينفع نضحك. لازم نبقى مكشرين. انت بتعرفي تكشري؟ كشري كده وريني. ايوه كده، ايوه دي حلوه دي. ماشي. بص، اول حاجه هنعملها وانت مكشره، هنحاول نضحك بعض. ماشي. خلاص، واللي هيخسر هو اللي هيترش بالبتاع ده. اوكي، انت عارفاه؟ انا بقى اللي هكشر وانت حاولي تضحكيني. اوكي، يلا. انا ما ضحكتش، يبقى انت كده اللي هتترشي. دلوقتي هنشوف مين فينا اللي هتنفخ البالونة أسرع وتفرقع منها. يلا، 1 2 3. مش انا حاسه انها هتفرقع في وشي. ما هي لازم تفرقع. لازم تفرقع، اللي هتفرقع منه الأول هي اللي هيكسب.
كملي كملي انت نفخ. انا كسبتك بس انت كملي حاولي عشان لو دفختي بسرعه تكسبي انت كمان. لا ارفعيها لفوق كده كده فوق خالص كده. ايوه كده هتسندها معاك هتسندها معاك عشان الهواء يدخل فيها بسرعه. كده انت اللي ايه؟ كسبت. لا خسرتي عشان انا بتاعتي فرقعت الاول. يبقى انا كده ايه؟ كسبت. فرشك. مستعدة؟ مستعدة قوي؟ مستعدة جامد؟ 1 2 3 خلاص خلاص. انت مبسوط بقى عشان بابا معاك دلوقتي؟ اه. ولا حاسس انك انت خايف؟ مبسوط. صح وانا كمان مبسوطه ان انت مبسوط. احنا دلوقتي جايبينك هنا ياسين وجايبين باباك معاك استاذ محمد علشان نشوف مدى التوافق ما بينكم. تمام تمام تمام. طيب هسالك اسئله يا استاذ محمد وفي الوقت ده هنسمع ياسين مزيكا. ماشي؟ اتبسط بقى بالمزيكا يا ياسين شويه. ياسين انت سامعني؟ بس كده احنا اطمنا ان ايه؟ ممكن بقى حضرتك تشيل السماعات يا استاذ. تمام. عايزه اسال حضرتك اكله ياسين المفضله ايه؟ والله هو قليل في اكله بس يعني رز وملوخيه. رز وملوخيه. ممكن محشي ورق عنب. طيب انا دلوقتي هطلب من حضرتك بقى انك تستمتع بالمزيكا وهنروح نسال ياسين اسئله عنك. تمام. ونشوف يا ترى هو عارف حضرتك زي ما حضرتك عارفه ولا لا. تمام على خير. اتفضل. شكرا. ياسين. نعم. حبيبي شيل بقى يلا السماعات. يلا احنا بقينا الصبح خلاص. ايه اكتر اكله انت بتحبها؟ الرز والملوخيه. برافو. دلوقتي باباك قال لي حاجة عنك ماشي؟ قال لي ان هو بيحس انه زعلان منك عشان انت عارف كريم وادم واياد؟ عارفهم؟ هو بيحس ان هم اذكى منك وقال لي انه نفسه ان انت تبقى ذكي زيهم ومش عارف يعمل ايه. فتفتكر المشكلة عندك ولا عند بابا؟ عند بابا. عند بابا. ليه بقى؟ مش عارف. عشان هو بيحبهم اكتر منك؟ اه. فانت زعلت منه؟ اه. طيب تحب ان انا اقول لبابا انك زعلت منه ولا ما اقولش؟ مقوليش. لان هو انا تقريبا كده كل الاجابات بتاعك واحده. انا واثقه ان لو ادنت انتوا نفس الاجابه. فاحنا هنخلي بابا دلوقتي يسمعنا ونوعده اوعده اني مش هقول له خالص انك قلت حاجه. ماشي؟ ماشي. ماشي استاذ محمد. ايوه. شيل بقى حضرتك. تمام. دلوقتي يا استاذ محمد بما انه انا هنا ممثل يعني حمامه السلام ما بينكم. تمام. وعايزه ان انا اصلح كل الامور اللي قد اتلفها الهوى. عايزه اقول لحضرتك بس حاجه واحده. تمام. انه ياسين زعلان منك في حاجه وهو طلب مني وقال لي يا طنط شوشو قولي لبابا عليه عشان هي مزعلاني منه. هو زعلان ان انت بتحب كريم وقال لي مين تاني؟ قلت مين تاني؟ آدم. وآدم. وآدم بتحبهم أكتر منه وحاسس إن هما أذكى منه. فهو بيقول لك ليه كده يا بابا؟ تقول له إيه؟ أقول له أنا بحبك أكتر حد في الدنيا يا ياسين. بحبك يا بابا. طب أمال أنت ليه قلت لي إنك زعلان منه يا ياسين ومش هتكلمه تاني؟ أنا هكلمه. خلاص رجعتي في كلامك؟